طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ايسر الشمشيري المحامي وعضو لجنه الشؤون السياسيه. احنا النهارده نزلنا ميدان التحرير مع الثوار تضامن لهم في كل طلباتهم وازيد عليهم في بعض الامور ان ثوره 25 يناير اطاحت بنظام سياسي وعلى الشعب تطهير باقي وعلى الشعب تطهير باقي مؤسسات والنقابة العامة للمحامين أخذ السبق في ذلك لأن طهرت النقابة نفسها بنفسها وأطاحت بالنظام الفاسد وعلى الشعب أن يطهر جميع مؤسسات. أنا نتضامن مع الثوار ونقابة المحامين تتضامن مع الثوار في كل طلباتها وتأكيد لكل المبادئ المشروعة من للثوار وأكتفي بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف عبد الحميد الأمين العام للجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين. في الحقيقة لجنة الشؤون السياسية منذ الوهلة الأولى وهي تتصدى لكافة القضايا في الداخل والخارج لصالح الوطن ولصالح الأمة العربية. فمع بداية الشرارة الأولى للثورة كان للجنة الشؤون السياسية بقيادتها برئاسة الدكتور إبراهيم الياس وأعضائها لهم دور إيجابي في التواجد بميدان التحرير مع الثوار. وكان لزاما علينا اليوم بعد المطالب الهامة التي طالب بها الثوار أن يكون هناك دور إيجابي للجنة الشؤون السياسية من نقابة المحامين في التضامن مع الثوار في مطالبهم التي يطالبون بها. أما بشأن القضاء فالقضاء نحن نجله وهو الجهة الوحيدة التي نعتمد عليها في مصر لأنها هي صاحبة تحقيق العدالة لجموع الشعب المصري، ولكن للأسف الشديد هناك قلة من القضاة الفاسدين الذين أساءوا إلى هذا المرفق وهذا الجهاز بأحكامهم وبقراراتهم التي أساءت إلى الشعب المصري خلال الأيام الماضية. فكان لزاما علينا أن نقف في وجههم ونطالب بتطهير القضاء من أمثال هؤلاء. أما بشأن النائب العام فكيف يسكت طوال السنوات الثلاثين الماضية على الجرائم التي ارتكبت وتخبأ كافة المستندات والأوراق في الأدراج ولا نعلم عنها أي شيء؟ إذن هؤلاء ليسوا أمناء على هذا الوطن الذي نعيش فيه الذي يحمي أفراد الشعب المصري. يجب على هؤلاء أن يغيروا وأن تأتي قيادات جديدة، وأن من شباب الثورة هناك من يستحق أن يقود المرحلة القادمة في كافة الوزارات وكافة الجهات. وإنني أختم قولي أنني أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هو حق الشهيد الذي كان المداد لهذه الثورة وكان مفجر هذه الثورة. نعم كما قال زملاء السابقين من لجنة الشؤون السياسية إن هذه الوقفة اليوم كانت بمثابة رسالة من نقابة المحامين. في نقابتنا غليان وثورة وجهاد ومجاهدين ككل الشعب المصري، ولكن في خضم كل هذه الظروف أبى هؤلاء الشباب وأبت هذه الثلة إلا أن تكون مع المجاهدين في الميدان. تخلى الجميع وتراجع الجميع وهرب الجميع وارتد الجميع، ولكن يتأكد لنا ويتأكد للجميع أيضا أن في نقابة المحامين رجال لن يخمد صوت هؤلاء الشباب ولم يتراجعوا ولن يتراجعوا، ولكن كالأسود هبوا إلى الميدان في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة وظروف نقابتنا الأشد صعوبة. ألينا على أنفسنا وجئنا إلى هنا نتعاشق مع الثوار ونكون معهم كالإخوة نزود عن حمى الوطن. مكتسبات الثورة التي ضاعت والتي تاهت في ظل هذه الظروف حينما كان للفساد بقايا وكان للظالمين بقايا
وكان للطغاة قضاة، كان للطغاة قضاة، كان للطغاة قضاة. ففوجئنا بهذه الإسهالات في إصدار البراءات الجنائية غيابيا، مع أن الحكم الجنائي حكم تهديدي، حكم تهديدي. نفاجأ أن الهارب الجبان الفاسد الظالم اللص يوسف بطرس، بطرس غالي، يأخذ براءة غيابي، وهذا خلاف لكل القواعد، لأن الحكم الجنائي حكم تهديدي يسقط بمجرد القيام بعمل المعارضة والقبض على المتهم وعمل التقرير بالمعارضة. لماذا؟ لماذا يخلى سبيل قتلة شهداء السويس فتطعن النيابة العامة فيتم إخلاء السبيل؟ لماذا؟ لمصلحة من يتصادم هذا الشعور؟ هل القضاء المصري في معزل عن الشعب المصري؟ هل القضاء المصري في جزيرة أخرى منعزلة عن إرادة الشعب المصري؟ كلا والله، وإنما هي الطغمة الفاسدة التي أنجبها النظام الفاسد، والتي دللها النظام الفاسد، والتي أنبتها نباتا شيطانيا، نباتا شيطانيا. فهذا الذي يخلي سبيل زكريا عزمي في مدينة نصر من قبل، وهذا الذي يخلي سبيل سرور، وهذا الذي يفرج عن هؤلاء القتلة في السويس، وهؤلاء المظلوم، وهؤلاء الظالمين في جرائم الفساد. 5 سنوات غياب لرشيد، 5 سنوات، والمحامين اللي عين الظلم وخدوا 5 سنين عشان شتموا، أو قيل أنهم شتموا كينيا. 5 سنوات لرشيد الذي أخذ المليارات غيابي، والمحامين الذين زعموا علينا ظلما وافتراء وبهتانا خدوا في 72 ساعة. 5 سنوات، شهور منذ قيام الثورة حتى الآن، ولم نجد حكما يسلج الصدور. وأقاموا وأدلفت قضية حبيب العدل ومساعديه القتلة، قتلوا أكثر من 1000 شهيد أمام قاضي معروف وقيل عنه المستشار الخضيري. هذا كلام الخضيري عنه، أنه ليس بمنزلة القضاء، وأنه ليس جديرا بالقضاء. أنا عادل عبد السلام جمعة، هذا كلام ليس كلام ينسب إليه، وإنما منسوب لهم ومن لدنهم، وشهادة من المستشار الخضيري، ثم من الأستاذ حسن نفع، ومن فهم هويدي في صفحات الجرائد. ونراه عنيدا ومصر على التصدي لهذه القضية، حتى حينما قاموا برده تأجلت القضية بهذا الطلب، وهو لم يتزحزح قيد أنملة عن نظر هذه القضية. لماذا؟ لأنه كان هو ابن النظام الفاسد، كان يبرئ من يريدون أن له أن يبرئ، ويظلمون من يريدون أن يظلموا ويدخلوه السجون. وما هشام طلعت مصطفى منا ببعيد، هشام طلعت اللي خد إعدام، جاء أمام عادل عبد السلام جمعة اللي هو يعني جبار في القضاء، ده له 15 سنة، ونجاه من حبل الإعدام. لماذا؟ علامات استفهام كثيرة. المحامين في أزمة طنطا في 72 ساعة خدوا 5 سنين، واللي قتلوا الوطن، واللي سفكوا الدماء، واللي سرقوا المليارات والأثار، واللي ضيعوا مصر وردونا ونحن أصحاب حضارة 7000 عام كما يقولون، أصبحنا بأقل من أثيوبيا. ضيعوا علينا وعلى أجيالنا القادمة مياه نهر النيل، ضيعوا علينا آثارنا ونهبوها وانتهبت الآثار، وجاء مزايا حواس عميل الصهاينة لكي يكون في نفس المكان بعدما أزيل منه، بعدما ضاع توت عنخ آمون، آمون الذي لا يقدر بثمن، بعدما ضاعت الآثار حتى على صفحات الجرائد، وبدأ فاروق جويدة حملة أن آثار المتحف الإسلامي قد سرقت، لم يحرك أحدا ساكنا، وقيمتها لا صفر لها، وإنما هي بلا قيمة، عظيمة القيمة بلا قيمة. والراجل المسؤول عن الآثار اللي كان بيهادي سوزان ويهادي مبارك وزارة الخشخاش وغيره، طلقاء وبراء، والمظلومين الذين ترى أسرهم في التحرير ماذا يفعلون؟ أي حد يتمسك 15 سنة أمام المحكمة العسكرية، ليس هناك ضمانات للشعب المصري. الشعب المصري يقول لهذه الثورة وللمجلس العسكري: أسد علي وفي الحروب نعامة. المجلس العسكري: أسد علي وفي الحروب نعامة. على الظالمين يجيب طبيب ألماني لمبارك، ومبارك عنده مش عارف إيه، والحالة الصحية والحالة النفسية. أين المحاكمات؟
أين المحاكمات السريعة؟ يقولون المحاكمات تحتاج إلى وقت. لماذا؟ ده أنتوا مش بترحموا حد، ده أنتوا مش بترحموا حد. بيجي لكم يعني إن القضاة إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، مش بيرحموا حد، جايين يرحموا الأسرة الملكية، وجايين يرحموا السادة الوزراء، والوزراء مصاري أحمد عز شغالة بنفس قوتها، ودخلوا من 3850 جنيه للطن في الحديد، مصانع السيراميك شغالة، الجوهرة، مصانع كيلومترا شغالة، كل القصور على أكمل وجه، الأكل من الفور سيزونز لسجن كل يوم 5000 جنيه وجبات سخنة، والسلمون والهدايا، وأصبح أصحابهم بقى رجع لهم تاني وبيروحوا يجاملوا كل يوم طوابير عشان يقدموا لهم الأكل والشرب بأغلى الأثمان، ولكن الشعب المصري لماذا لا يسترد أمواله المنهوبة؟ لماذا لا يصادر هذه القصور المنيفة التي أخذها الظالمون؟ لماذا شباب مصر، شباب مصر أنت تسجل مع واحد ابن محامي معاه ماجستير وواخد أعلى التقديرات وتم استبعاده، ورثوا القضاء وكانوا يريدون أن يورثوا النظام، وورثوا كل الوظائف في مصر، والنظام هو هو، والزيول هي هي، لم يسقط إلا دوبلير، وإنما الشيطان قائم ويعز إلى الآن، الشيطان يعز في مصر حتى الآن. فمن هذا المنطلق، ولما صدمنا ولما فجعنا، قامت نقابة المحامين، قامت بلا قائمة، قامت بلا دافع إلا دافع شباب المحامين الذين هم الذين قاموا بهذا الجهد. هذا ليس جهد إبراهيم الياس إطلاقا، وإنما هو جهد شباب المحامين، جهد أشرف عبد الحميد ومحمد بهنساوي وأحمد النواوي وكل زملائنا، حتى لا أستثني منهم أحدا، كلهم الذين سجلت معهم، والزميلات الفضليات، وكل الناس، ومحمد كارم وعبد الرحمن وكل من معنا في هذه المنظومة. نحن نقول للشعب المصري، نحن معك رغم قلة الحيلة ورغم ضعف الناصر وقلة الجند والهوان الذي تعيش فيه نقابة المحامين، نحن معك، وسوف ينصلح حالنا بإذن الله، سواء بمحمد صالح أو بغيره سوف ينصلح حالنا بإذن الله. شكرا دكتور، شكرا. محمد صالح.